السلام عليكم ولادي تلاميذ السنه الثالثه ابتدائي. السلام عليكم خواتاتي. اليوم ان شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه غادي نديروا هاد التمارين صفحه 47 زائد النص المسموع هذا رقم 8. بسم الله على بركه الله نبدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بون ولادي قرب عيا قال لك لسن انت سيد النبا اسمع وقول الارقام. بون هنايا الاستاذ غادي تقرا لكم هذا النص المسموع وانتم غادي تقولوا لها النمبة على واش راهي تهضر. هنا قال لك the small yellow fish، قال لك السمكة الصغيرة الصفراء، السمكة الصغيرة الصفراء has got small fins، عندها زعنفة صغيرة. fins هذه زعنفة صغيرة، هاد small fins. شكون هي نمبة؟ انتم تقولها number four. هنا يقلك the big blue fish has got big fins. The big blue fish، السمكة الكبيرة الزرقاء، has got عندها لديها big fins، عندها زعنفة كبيرة. هيا دي big fins. هنايا تقولوا لها number 3. اوكي تقول لكم where is the big blue fish has got big fins، تقولها number 3. هنايا the small brown cat، the small brown cat has got short tail. شكون اللي عندها the small brown cat؟ يعني القطة الصغيرة البنية. هيا دي القطة الصغيرة البنية has got لديها وراي has got a short tail، عندها ذيل صغير قصير، short يعني قصير. تقول لها number 2. تقول لكم the big black cat، the big black cat القطة الكبيرة السوداء has got a long tail، عندها ذيل طويل. هادي the long، هادي the big black cat has got a long tail، تقولها number 1. اوكي هنايا تمرين 7 number 7 exercise number 7 listen and act it out with your friend. قال لك اسمع ومثل مع صاحبك. Have you got a pet؟ عندك اسكو تملك، هل تملك قطا، هل تملك حيوان اليف؟ What is it؟ ما هو؟ What color is it؟ ما هو لونه؟ هنايا رانا درنا هكا يعطوكم نقول for example boy ولد وبنت. Boy have you got a pet Nora؟ Have you got a pet Nora؟ هل تملكين حيوانا أليف يا نورا؟ قال نورا تجاوب تقول Yes I have، نعم أنا أملك، نعم أنا لدي. Boy what is it؟ ما هو؟ Girl it's a rabbit، هو أرنب. Boy what color is it؟ ما هو لونه؟ Girl هذه البنت تقول It's white، هو أبيض. Have you got a pet نبيل؟ هي تقول له هو أبيض. وانت يا أسكو تملك، عندك، هل تملك حيوان أليف يا نبيل؟ Boy يقولها No I haven't، No لا أملك، ما عنديش. But I like pets، ولكني أحب الحيوانات الأليفة. نعاودوها. Boy, have you got a pet, Nora? Girl, yes, I have. Boy, what is it? Girl, it's a rabbit. Boy, what color is it? Girl, it's white. Have you got a pet, Nabil? No, I haven't, but I like pets. هذا حل التمرين رقم 7. هكا ديروا له سكرين شوت ولا كتبوه. اوكي ولادي دروك نروحوا.
هنايا listen the story، النص المسموع اللي تقراه لكم الأستاذة دائما. ما يكونش عندكم النص المسموع ما تعرفوش كيفاش تقروا ولادكم. أنا كتبتها لكم وجبتها لكم ونقراها لكم، تبعوا معايا. هنايا راهي تهضر الأستاذة مع التلاميذ in the class، أوكي okay؟ in the classroom عندنا scene 1 scene 2 scene 3 scene 4، يعني المشهد الأول المشهد الثاني المشهد الثالث المشهد الرابع. نبدأ بالسين 1. In the classroom Miss Hind the teacher tell me في الكلاس في القسم Miss Hind قالت لي كمال have you got a pet؟ كمال اسكو عندك هل تملك قطا هل تملك حيوانا أليف؟ كمال يقولها yes I have، نعم أنا أملك. Miss Hind the teacher شقت له what is it، ما هو؟ كمال يقولها it's canary miss، هو canary. It has got short yellow feathers، قالها هو canary عنده ريش أصفر وقصير، صحيح ريش أصفر وقصير. Miss Hind the teacher قالت له sit down كمال، جمع اقعد. Thank you شكرا. كمال يقولها you're welcome miss، على الرحب والسعة أستاذة. أوكي هذا مشهد رقم واحد. نروحوا المشهد رقم اثنين. Miss Hind let's see خلوني نشوف كاتيا يتهضر مع كاتيا have you got a pet، هل تملكين حيوانا أليف؟ كاتيا شايلي حشمانة no I haven't، زعما تهضر بحشمة لا ما عنديش. Miss Hind it's all right، حسنا كاتيا sit down، كاتيا اقعدي. Thank you شكرا، يعني ساي حسنا ما عندكيش اقعدي شكرا. كاتيا شايلي يعني كاتيا حشمانة قالت لها you're welcome miss، على الرحب والسعة أستاذة. نروحوا لسين نمبر 3 المشهد رقم 3. هنا عندنا ميس هند غادي تهضر مع روبوت كيد، اوكي غادي تقول له tell me روبوت كيد، قول لي روبوت كيد have you got a pet، هل تملك حيوان أليف؟ روبوت كيد يقولها yes I have a small فنك، عندي فنك صغير a baby فنك، اسموه baby فنك. It has got a small tail and long ears. عندها ال كي عيطوا ذيل صغير وودنين طوال. Class laughing quietly. يضحكوا. Class أولا يضحكوا غير بشوية. Miss Hind giggling. تضحك الدراجة. Sit down. اقعد. Robot kid. Thank you. اقعد روبوت كيد شكرا. روبوت كيد جيجلينج يضحك my pleasure مع دواعي سروري. scene number 4 هذه Miss Hind and you فنك، وانت يا فنك have you got a pet، اسكو عندك حيوان أليف، هل عندك هل تملك حيوانا أليف؟ فنك يقولها oh yes miss، نعم أستاذة. I've got three small chicks. عندي ثلاثة كتاكيت صغار. Miss Hind, be kind to your chicks. كون لطيف مع 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 الكتاكيت تاوعك فنك. قدش تعرف باللي الفنك يأكل دائما الدجاج. فنك. Oh yes, Miss. Oh, of course, Miss. I love chicks. قلها oh على بالي. Of course طبعا ميس انا نحب التشيكس الكتاكيت. ايو كلاسه ولا تضحك كاع كلاسه تضحك باسكو هو يبغي ياكلهم ماشي يبغي يربيهم. صاي نعاود نقراها لكم. ميس اند انت يو فنك هاف يو جوت ا بات او يس ميس اي جوت 3 سمول تشيكس بي كايند تو يور تشيكس فنك او يس ميس اوف كورس ميس I love chicks. هذا هما المشاهد الأربعة قريتها لكم، وانتم بعد من اللي سمعتوهم لي همادو بس ديروهم سكرين شوت. همادو المشهد رقم واحد،
مشهد رقم 2 دير لهم سكرين شوت. أيه عاود السين نمبر 3 المشهد رقم 3 ديروا له السكرين شوت ولا كتبوه خواتاتي باش تقروا ولادكم باش تقروا لهم وما يسمعوا. وانا سين نمبر 4 كيما نديروا في النص المسموع تاع القراءة تاع فهم المنطوق، فهم المنطوق تاع اللغة العربية، نتوما تقروا لهم هادو وهما يفهموا وراكم. اوكي وهذه المشهد رقم 4. اوكي دروك نروحوا لهنايا. قال لك listen to the story again, read and say the correct answer. قال لك اسمع للقصة مجددا ودير نتايا الكسم correct answer يعني الإجابة الصحيحة. كامل has got snake. اسكو كامل عنده snake؟ هنايا كامل شا عنده؟ تبعوا معايا. كامل عنده it's canary miss، عنده canary. شا قالوا لك no he hasn't، تكتبوا هكا no he hasn't، he has he has ولا he has got ولا he's got a canary. اوكي هنايا قال لك the canary has got long yellow fins. اسكو الكناري عنده زعنفة صفراء وطويلة؟ شا نديرو؟ نديرو no the canary has got short yellow feathers. عنده ريش قصير وأصفر. اوكي ومن بعد هنا يقول لك هكا جو همود الأجوبة. هنا يقول لك كاتيا has got a pet. اسكو كاتيا عندها حيوان أليف؟ no she hasn't، هي حشمت ما عندهاش. she hasn't، she has not a pet. يديرو she hasn't ولا ديرو she has not a pet. اوكي ما عندهاش حيوان أليف. وهنا يقول لك robot kid has got a big dog. اسكو هذاك الروبوت كيد عنده كلب كبير؟ انا نديرو no he has got a small fennec، عنده فنك صغير. هنا قال لك the fennec has got a long tail. اسكو عنده كعالة طويلة and short ears، وعنده أذنان صغيران قصيران؟ نقولوا no the fennec has got a small tail and long ears، عنده ears عنده كعالة ذيل قصير صغير وأذنان طويلان. هادو هما نعاودو no the canary has got short yellow feathers. هنا no she hasn't ولا she has not a pet. ودي no he has got small fennec. والإي no the fennec has got a small tail and long ears. اوكي هنا يتعلموا لكم كيفاش يجاوبوا. هذا هو التمرين رقم 10. وهنايا choose scene 1 or scene 3 activity 8 and act it out with your friend. قال لك خير السين نمبر 1 هذه ولا 3 ولا هذه 3 تاع روبوت هذه ايا وديرها مع ومثلها مع واحد من الزملاء تاعك مع اصحابك. هيا دي ولادي كيما قلت لكم خواتاتي دير لهم سكرين شوت هكا باش تنجموا تقروا وليداتكم، ولا ديروا ان كاي تكتبوا فيه كاع هاد اللي راني نديرهم لكم حنايا انايا النصوص المسموعه. وبهذا كونوا قد انهينا، راني طولت عليكم بزاف. ماذا بكم جميع اشتراك في القناه اللي ماش مشترك. صحه فطوركم وصحه رمضانكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.